ورد في كتب الحديث الشريف وكتب التاريخ أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه خطب خطبة مهمة بعد ما بويع بالخلافة بعد 25 سنة، من جلوسه في البيت وإقصاء القوم له صلوات الله عليه بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء في تلك الخطبة العظيمة هذه الجمل. قال عليه السلام وهو يخاطب المسلمين: إني حاملكم على منهاج نبيكم صلى الله عليه وآله. منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله هو الأصل، هو الأساس. القرآن الكريم قال: ما آتاكم الرسول فخذوه. كتاب الله ورسول الله والعترة الطاهرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر نقله عنه قال: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه الثلاثة هي المقياس، هي الأساس.